ليك. السؤال الأول اللي دايما بنسأله لضيوفنا، الخط العريض في حياتك، مين اللي شكل حلمي بكر؟ اللي شكل الخط العريض في حياتي محمد عبد الوهاب، لأن أنا قابلت الأستاذ عبد الوهاب وأنا طالب في المعهد، وكنت بحب أحضر بروفات رياضة السنباط، لأن المعهد كان الدور اللي فوق دراسة والدور اللي تحت صالونات لأم كلثوم وعبد الوهاب والسنباط كل الجيل ده كله. أيوه. فكنت أنزل. يعني كنتوا كطلبة كنتوا بتشوفوا النجوم دول؟ مش أي طالب. ممنوع، البروفات ممنوع. أيوه. أنا كنت أتسلل واستخبى جنب الكونترباس اللي هو حكم كونترباس المسيح. أيوه. وكان زميلنا في المعهد دفعتنا محمود عفت اللي هو النياتي بتاع المسيح. أيوه. فكنت أنزل الدائرة، ومن ضمن البروفات لما حضرت بروفات بفكر في اللي نسيني لعبد الوهاب. شفت ازاي بيعمل بروفة، شفت 6 ساعات من غير ورق من غير نوتة بيغني والموسيقي بيستعزب غناء عبد الوهاب، وقاعد سعيد بانه بيسمع عبد الوهاب. لغاية بعد 6 ساعات عملوا بريك، فبيغير استاذ عبد الوهاب هدومه عشان عرقت. ايوه. فانا من التعب قاعد خرفصاء زي ما بيقولوا، وقعت، فوقعت على الشيلو جنب مني، فالايه ده ايه ده مين مين، قلت له انا العود اللي في ايدك ده بتاعي. قال لي وايه اللي دخلك البروف؟ قلت له بحب. قال لي اطلع بره. قال بره. فقلت له العود في ايدك اللي حضرتك ماسكه ده عودي، كان بياخده الاعدام من عبد الحميد اللي هو فقال لي اتفضل. فطلعت. دارت الايام ولقيت استاذ عبد الوهاب بيكلم عني في الاذاعه، انا بقى هنا طالب ثم اصبحت ملحن. فتقربت منه لغايه لما تقابلنا، قال لي انت يا واد، قلت له اللي طردتني من البروفه. ايوه. وانت بتعمل بفكر في النسيني. ايوه. ولما جه عند حته مظلوم لكن المقسوم مقسوم، بكى عبد الوهاب لان كانت اغنيه حقيقيه عن حياته. ده كان حقيقي. ده كان حقيقي. بعد كده بيقدمني للسفراء بتاعي، يقول له ابني اللي ما خلفتوش. ثم هو اللي رشحني بعد كده ان انا اعمل سيدة الجميلة. لما راح لفؤاد المهندس قال له مش هكدب عليك يا فؤاد، خد الوقت حلمي بكر. وعملت بعدها سيدة الجميلة. عملت سيدة الجميلة وفوجئت في يوم عرض كان موجود الاستاذ ابو وهاب، فدخل اوضة فؤاد قال يا واد رفعت راسي لفوق. دي احلى اغاني اتعملت في المسرحيه. بعد كده بقت علاقتي بالاستاذ عبد الوهاب تليفون الصبح وتليفون قبل ما ينام. ثم بدا كان بيشوفك ازاي كملحن وهو ملحن عظيم؟ كان ده هقول لك حاجه. في يوم من الايام بيطلبني فانا برد، فما قاليش هلو، قال لي فاكره؟ والنبي ما انا فاكره يا حبه. قلت له خلاص كل الناس غنوا لي بما فيهم محمد عبد الوهاب. قال لي يا واد. فقال لي انت عملت دي ازاي؟ انا كنت دايما اكتب المذهب ودي بقيه الفكره بحطها، ودي كانت عند بليغ برضو وعند كل الملحنين. ايوه. فكنت احط فكره كتبت المذهب بالتقطيع بتاعته على اللحن، وجي عبد الوهاب محمد كتب يا روح يا لنا بهواه. ابقى كده اهو. الاسئله بقى والاجوبه، ودي كانت اول اغنيه في سؤال وجواب. أيوه. لمطرب مش لدويتو. ايوه. طب خليني اقول لحضرتك على حاجه، وانت تاريخ كبير ومشرف وقدمت اغنيات عظيمه، ليه البعض بيقول على حلمي بكر انه ما قدمش حاجة، انه ليس لديه تاريخ؟ صور بقالي مدة ما ضحكتش، ضحكت دلوقتي. سمعت بتسمع الكلام ده؟ لا معلش، اللي بيقول كده هو ولا حاجة. ليه؟ أيوه. هو مش عايش. لو عايش الاغاني اللي بتذاع بتاعتي مضى عليها 50 سنة، لما تسمع اللي جرى من مراسيلك ما عملش حاجة، لما تسمع لما عملنا الحلم العربي ما عملش حاجة، لما تسمع حبايب ما عملش حاجة. البعض شاف حلمي بكر وكأنك واصي على الأغنية الكرمية. أنا واصي على الأغنية غصب عنك. ليه؟ لأن أنا رئيس لجنة لجان الاستماع كلها بما فيهم في النقابة والإذاعة والتليفون، بل بالعكس ورئيس لجان المهرجانات. مين سمعته ورفضته وبقى مطرب مشهور دلوقتي؟ لا بس خدي بالك، الشهرة ليست على الغناء، ولكن الشهرة على أسلوب مسار الغناء. أنت نجحت إذا